بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن اليوم بصدد مراجعه او القاء ضوء على كتاب نظريه خريطه المعاملات لتحديد مواقع المعاملات الربوية آه هذا الكتاب وضعته منذ حوالي فترة طويلة ولكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يصدر حتى كان جزء من رسالتي في الدكتوراه موضوع الكتاب أنه في شكل نظرية هذه النظرية أداة ذهنية لتحدد المعاملات الربوية من غير المعاملات الربوية، فصل ما بين المعاملات الربوية وغير الربوية، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، إذا هناك فرق ما بين ما هو بيع وما هو ربا. للاسف العالم يعمل الان في جميع معاملاته نحو نظام ربوي عام في العالم كله فاختلط الامر على المسلمين وعلى غير المسلمين فكان هناك حاجه لاداه واضحه تفصل ما بين المعاملات الربويه وغير الربويه وكنت دائما حينما اقرأ هذا النص واحل الله البيع وحرم الربا يتبادر الى ذهني كيف افصل ما بين هذا الامر وخلال استغراقي في هذا الامر توصلت وهداني الله سبحانه وتعالى الى هذه النظريه النظريه هذه وضعتها بصوره حتى يتم التركيز فيها على الفصل ما بين المعاملات الربويه وغيرها دون الدخول في جدل فقهي تنقسم النظريه الى عده اجزاء اولا التعريف ثانيا الافتراضات ثالثا المنهجيه رابعا التطبيق طبعا انا هلقي ضوء بسيط وان شاء الله التفاصيل في الكتاب بالنسبة للتعريف هي أداة ذهنية هدفها الأساسي أن تعرف الإنسان أو المطلع أن يفصل حينما تأتيه معاملة أن يفصل ويقدر أن هذه المعاملة إما معاملة ربوية أو هي من البيع الحلال هذا الفصل هذا هو التعريف اما من ناحيه الافتراضات فكون هذه نظريه يجب ان يكون هناك بيئه يتم فيها التعامل بصوره تشمل جميع المعاملات حتى يتضح لكل باحث ان يرى اين المعاملات الربويه من غير المعاملات الربويه الجزء الثالث والمنهجيه كيف تعمل هذه النظريه فهذه هي منهجيتها رابعا التطبيق التطبيق سوف ناتي